مشاهدينا ورجعنا لكم بعد الفاصل وفقرة جديدة من برنامجنا. معانا النهاردة مفاجأة من العيار الثقيل. النهاردة ضيفنا صاحب فكرة ممتازة جدا تهم بلدنا مصر. الفكرة دي يعني إن شاء الله نقدر نوصلها للمسؤولين وتقدر تعمل معانا صدى كويس جدا، لأن الفكرة فكرة يعني نظام جمهورية بالكامل. طبعا هنتكلم فيها طبعا مع حضراتكم. ونرحب بس اولا بضيفنا العزيز استاذ اسعد ابراهيم من ذوي الاحتياجات الخاصه، يعني وصاحب اكتشاف ممتاز هنتكلم فيه النهارده. اهلا بيك استاذ اسعد. اهلا بيك يا استاذ اسعد، نورتنا. واهلا بالساده المشاهدين، رجعنا لكم تاني وسعدنا بيكم. فاصل كده على السريع استاذ اسعد، في البدايه عايزين نعرف ايه هي الفكره، عرفنا عليها يعني ايه كارت شامل وايه الفكره وابتديت لك ازاي ويعني ايه ومحتوى يعني. هو البداية في أيام ثورة 30 يوليو كان نفسي يعني زي أي واحد مصري يعني وطني كان نفسي أساعد بلدي يعني. فطبعا أنا رجل معاق فما فيش حاجة سليمة فيها إلا دماغي يعني وكده، ففكرت أساعد بلدي إني أبتكر شيء مميز يعني. وطلعت بفكره، فكنت بتابع البرامج. مفيش حاجه اسمها اعاقه، احنا يعني احنا كلنا ربنا سبحانه وتعالى بيعوض، يعني اذا كنت حضرتك من ذوي الاحتياجات الخاصه فربنا سبحانه وتعالى بيعوض، يعني كل واحد بيبقى ليه 24 ايراد بياخدهم في حاجه ثانيه. فربنا سبحانه وتعالى هتلاقي طبعا فكره حضرتك لا يمكن تخطر على دماغ حد ثاني، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى اداك الفكره. فكلمنا بقى عن الفكره ايه هي. مش بس ما تخطرش على في بال حد يعني، ده هي ما تخطرش على بال اي حد في العالم اصلا يعني. بسم الله ما شاء الله. خليني كمان اسالك سؤال مهم جدا برضو، عايز اقول لك ايه هي نوعيه المنظومه وايه الجديد فيها، يعني ايه المختلف في المنظومه اللي انت عاملها مش موجود عندنا في مصر النهارده؟ هي منظومه اداريه الاحق بانها تتحول لرقميه، وبيها فوائد كتير منها يعني بندين اقتصاديين مش هقدر اقولهم حاليا يعني. لا لا مش لازم يعني، خلينا الحاجه اللي هي وهي العمود الفقري يعني بتاع الموضوع ما تقولوش، خلينا نتكلم في العام نوصل الفكره وبعد كده تبقى تقول الاسرار اللي انت عايزها. هي عموما هي منظومه تمويلها يعني منها او طب احنا ممكن نوضح اكتر يعني هو ايه كارت الشامل اساسا؟ يعني هو كارت الشامل دوت يعني مثلا الكارت احطه في اي حاجه تخص سني في الدولة يشتغل ولا ايه؟ عشان انا عايز افهم. الكارت الشامل يعني كل شيء في كارت واحد. تمام، بمعنى؟ بمعنى بدل ما بنعمل يعني كارت للإعاقة وكارت للتموين وكارت وحاجات كده متعددة يعني. أو البنزين مثلا كده ليه كارت والخبز ليه كارت والكلام ده كله. فبنوفر التكاليف ديت كلها يعني كارت واحد بس. كارت واحد يبقى للشخص برقم القومي بكل شيء، حتى البطاقة الشخصية هتندمج في كمان يعني. هو الكارت ليه برضو يعني تبع الرقم القومي. طب والخدمات التانية مثلا زي الكهرباء او الغاز والكلام ده قصدك برضو هتضم تبعه ولا دي؟ هي هو الكارت في شريحتين يعني، شريحة لتخزين البيانات. ده هو الكارت يعني كارت ذكي فيه شرايح كمان بتركب. هيبقى في شريحتين. الموضوع كبير بقى. هيبقى في شريحتين، شريحة للتخزين ودي هتبقى مشفرة للناس العادية يعني، وفيها شريحة للأشياء الخدمات يعني اللي هي السحب والإيداع والكلام ده يعني. كمان يعني برضو خدمة البنوك هتبقى مضافة عليه. ايوه. طيب ما هي هتبقى شاملة كل شيء. كل شيء، طب الفكرة جات لك منين؟ ويعني وابتديتها ازاي؟ يعني عايزين نعرف البدايات برضو. أنا كنت بستمع للبرامج اللي هي بتناقش الحاجات ديت، المشاكل دي. وكانوا بيقولوا حلول من وجهة نظري عادية وتقليدية، فأنا كنت بفكر إن أنا في حاجة يعني حتى فوق مستوى التقليدية وكده يعني. يعني غير درجة، حاجة تكون جديدة وتفيد الناس وتفيد حاجة مش تقليدية وبس، أكتر من إنها تكون تقليدية. طب والبداية بقى كانت منين؟ البداية من حوالي 5 سنين يعني. انت بادي فيها بدري يعني. طب اشرح لنا. وكل فتره كانت بتطور نفسها في دماغي يعني. طب خليني اقول لك الفكره دي اللي انت بتقولها دي، طبعا انت مش عايز تقول الاسرار، انا واخد مش عايز تقول الاسرار بتاعتها يعني، بس خليني اقول لك الفكره دي لو الدوله حبت تنفذها هتاخد وقت قد ايه؟ المنظومه دي هتاخد وقت قد ايه للتنفيذ؟ على ما اظن يعني من البدايه لحد النهايه ممكن من سنتين لثلاثه يعني. صعبة معقدة بقى عشان تلم كل الأشياء دي.
اصل انت لازم تحول ال 105 مليون او ال 110 مليون ده غير اللي ده مش غير اللي يعني ده غير اللي هي يعني المنظومه دي لازم تحول هتبقى مكلفه للدوله كمان ولا هي منظومه التكلفه الاوليه فقط بس وبعد كده هي هتمول نفسها يعني في حدود كام مثلا التكلفه اللي هي في الاول دي ممكن تكلف الدوله كام والدوله تكسب منها كام او العائد بتاعها على المصاريف اللي صرفتها كام تقدر تحدد الموضوع ده التكلفه الاوليه هتكون اللي هي الاتفاق مع الشركه اللي هتعمل الكارت والحاجات الخاصه بالموضوع وده تنظيميه يعني الامور التنظيميه والكلام ده التنظيميه في الاول وبعد كده آه البنود اللي موجوده في المنظومه تمام هتصرف على المنظومه نفسها يعني. طب انت ايه بقى الفوائد اللي هتعود علينا من المنظومه دي؟ اول حاجه دمج الاقتصاد الموازي او الغير رسمي تلقائي بدون شروط او اي حاجه يعني. بمعنى معلش عشان الكلام ده عايزين يعني نفسر اكتر يعني كل من يملك شيء هيتسجل تلقائي تبع الاقتصاد الرسمي. دي يعني اول حاجه هيبقى ليه كده زي دولاب خاص بيه عند الدوله يقفل على كل شيء بس بمفتاح واحد الا هو الكارت الذكي او الكارت الشامل قصدي. هو الكارت الشامل ده هيبقى القلب الثاني للانسان يعني. يعني طيب انا ممكن يعني انا عايز اقول لك في فوائد تانية؟ اتفضل. الفوائد التانية زيرو تهرب ضريبي، يعني مش هيبقى في حاجة اسمها تهرب ضريبي اصلا. ده يعني هيبقى مهم جدا للدولة اصلا. طبعا. طيب. كمان اي حد عايز يستثمر او يعمل بحث ويتعرف على الامكانيات الموجودة في البلد في 5 دقائق هيعرف كل شيء عن الشيء اللي هو عايزه. يا طب انا عايز اسالك برضو في حاجه برضو مهمه برضو يعني انت انا فاهم منك دلوقتي ان الكارت ده بيبقى هو الانسان يعني هو المواطن المصري جواه كل حاجه الرقم القومي وال طبعا خلينا اسالك كمان ان طبعا انت عارف في اوراق خارجيه زي السجل التجاري مثلا والبطاقه الضريبيه والحاجات دي كلها الناس بتروح تعملها مخصوص والكلام ده هل المنظومه بتضم الكلام ده وهل كمان ان انا اقدر اصرف التموين من طريق يعني كارت واحد بس يقدر يخليني اتعامل مع البنك ومع التموين ومع الجنائي يعني مثلا اي حاجه جنائيه يقدر الحكومه من عن طريقها ان يعرف مثلا كمان انا بعمل ايه بيها او ان انا مثلا عندك قضايا او مكاني فين دلوقتي مثلا او في قضايا او مفيش يعني انت قصدك كمان الجي بي اس ممكن يبقى عليه جي بي اس يعرف تحديد المكان والكلام ده انا سالتك حاجات كتير بس انت يعني حاولت يعني هي اهميتها هي ممكن الانسان يحتفظ بالكروت اللي موجوده معاه بس دي اهميتها في حاجات كتير اهميتها في الحاجات اللي هي الجنائيه مثلا هتتسجل في خانه او في الشريحه اللي هي اللي بتبقى مشفره ديت واللي ما حدش يقدر يطلع على اللي فيها الا باذن الجهات المختصه يعني انت ممكن الحاجات اللي هي في الشريحه اللي هي المخفيه يعني مثلا على كلامك زي ما انا فهمت ان هو ممكن مثلا حساب للشخص مثلا حساب اي حاجه خصوصيه المبلغ المالي اي حاجات شخصيه اي حاجه فيها خصوصيه في خصوصيه ما حدش طلع عليها دي في الشريحه اللي هي مشفره اما الحاجات الخدمات وكده في الشريحه الثانيه احنا خدنا منك كل المعلومات وكل الحاجات بس احنا وقتنا يعني طبعا الموضوع بتاعك ده عايز بس عايز وقت كتير بس عشان المخرج كمان بيرخم عليا عشان الوقت وكده عايزك تقول كلمه اخيره يعني كلمه توجهها لحد معين طبعا الكلمه هل يعني هل الموضوع دوت انت نفذته ولا في حيز تنفيذ ولا محتاج ايه عشان تنفذ يعني انت وصلت لاي مرحله يعني هو فعلا دي فكره بس ولا تطبقت خلاص طبقت وانت عندك دي فكره اتبنى عليها منظومه كاملة متكملة عندك كل حاجة كل عندك دراسة الجدوى ليها عامل كل شيء عامل يعني المخططات يتعمل ازاي ويعني بحيث ان هي ولا فكرة بس هي كمنظومة لازم تنفذها دولة مش فرد انا الفكرة الكارت الشامل بس كل بنت حاجة تخصها بنت عليها صغيرة بنت عليها منظومة واجراءات المفروض الدولة هي اللي تعملها والاجراءات ديت مربحة جدا طيب انت تحب توجه رساله طبعا توجه رساله لحد معين لحد معين يعني ان هو والله وجه رساله لحد معين كده قبل ما نختم الـ والله انا بتمنى اجاب السيد الرئيس شخصيا واشرح له بالتفاصيل يعني وكده
ومعلش لو كنت متاخد شويه ولا حاجه، عشان دي اول مره اظهر على الشاشه وكده يعني. كويس جدا. احنا كمان بنناشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، لانه طبعا بيدعم، حضرتك بتدعم كل المواهب وكل اي حاجه فيها فايده للبلد، واسعد من ذوي الاحتياجات الخاصه. ممكن اضيف حاجه صغيره؟ اتفضل 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 سريع اتفضل. اللي زيي بيجي، اللي زيي معلش اللي زيي بيجي التلفزيون او القنوات عشان يطلب مطالب فئويه، لكن انا جاي يعني بهدي عقليتي او بهدي اللي في دماغي لبلدي وخاصه للسيد الرئيس. يعني ان شاء الله كلمتك هتتسمع اسعد باذن الله، وهيبقى في رد، وان شاء الله هنتواصل مع حد باذن الله تعالى، وفكرتك دي تطلع لنور. وطبعا انا شايف في ظل اللي احنا فيه دوت، في ظل التطورات اللي احنا شايفينها، ما حدش هيبخل طبعا ولا هيرضى ان هو يسيب فكره زي كده، فكره ممتازه زي كده. فانا بس انا عايزك ايه يعني، عايزك تطور اكتر يعني ان شاء الله لغايه ما. لا انا عندي استعداد اجاب على اقل تفصيله في اي سؤال. يعني بنشكرك جدا استاذ اسعد على اللي احنا قدمته للبلد النهارده، وان شاء الله نوصل صوتك للمسؤولين. مشاهدينا الكرام، يا رب نكون اسعدناكم النهارده ووصلنا معاكم لمستوى كويس ان انتوا قدرتوا تستفيدوا مننا النهارده. وتاني برحب يعني بشكرك على الاستضافه الجميله دي يا استاذ اسعد. نورتنا طبعا يا استاذ اسعد، والوقت مع حضراتكم جري بسرعه كالعاده، يعني احنا كل جمعه الساعه بتطير زي ما قاعدين مع حضراتكم 5 دقائق. انا اتمنى ان النهارده نكون موضوع الحلقه لتربيه الاولاد طبعا الوقت والأخلاق. الوقت حلو بعد طبعا بس طبعاً برضو يعني اعزائنا المشاهدين انتظرونا ان شاء الله الجمعه الجايه، وموضوع جديد برضو شيق وموضوع ممتع، وزي ما عودناكم ان شاء الله هنكون غير، وباذن الله تعالى انتظرونا الجمعه الجايه الساعه 8 برنامج بلدنا الحلوة. وما تنسوش تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك، برنامج بلدنا الحلوه، تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك، وكمان لنا قناه على اليوتيوب برنامج بلدنا الحلوه، وكمان على التيك توك برنامج بلدنا الحلوه. بحاول دايما افكركم، ابعتوا لنا افكاركم وابعتوا لنا اي حاجه عايزين نتكلم فيها ونتواصل معاكم فيها. وفي النهايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.